معالي وزير الخارجية، مرحبا بكم. في 18 من فبراير، أي قبل أسبوعين، أحيينا الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مولدافيا والولايات المتحدة الأمريكية. على مدى 3 عقود دعمت الولايات المتحدة جهودنا الرامية لتعزيز المجتمع والاقتصاد في مولدافيا، وذلك من أجل بناء دولة ديمقراطية يستطيع كل مواطن فيها أن يتمتع بالحرية. نحن ممتنون للدعم الذي قدمته الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، وهذا يرقى إلى 1.7 مليار دولار من المساعدات سمحت لنا بتعزيز دولتنا. نحن نقدر الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة من أجل سيادة وسلامة أراضي جمهورية مولدافيا، وكذلك من أجل سلوك الطريق الأوروبي. أشكرك على زيارة بلادنا في هذه الظروف وفي ذكرى الإقامة العلاقات بين بلدينا. لقد أطلقنا إصلاحات للمنظومة القضائية من أجل محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، وبدأنا العمل من أجل تحسين بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع المجتمعات المحلية وإعادة النظر في النظام التعليمي في بلادنا من أجل السماح لمولدافيا بالتعامل مع تحديات عصرنا. نحن نريد أن نكون في موقع يسمح لنا بالصمود والتنافس أيضا. بلد يستثمر في مواطنيه ويستطيع أن يعزز الابتكار لدى مواطنيه ويوفر حياة كريمة لمواطنيه. الواقع الذي شهدناه في 24 من فبراير وضع مشاريعنا في حالة انتظار. نحن نشهد جهودا تبذل لتعزيز المجتمعات من أجل هدف وحيد، ألا وهو إحلال السلام في المنطقة. كما تعلم، الحرب في أوكرانيا تجري على حدود بلادنا، ونحن ندين بشد العبارات العدوان على أوكرانيا وندعو لإحلال السلام، وهذا ما فعلناه منذ الساعة الأولى لبدء العمل العسكري، ونواصل الدعوة إلى الحوار وكذلك السعي للحل السلمي، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الأعمال العنيفة ضد أوكرانيا ومواطنيها. كبلد محايد، وهذا مبدأ متضمن في دستورنا، قمنا بمد يدنا إلى الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب. ومنذ الساعات الأولى للهجوم المسلح ضد أوكرانيا، استقبلت مولدافيا مواطنين من البلدان المجاورة. ما يربو على 250 ألف شخص عبروا الحدود من أوكرانيا إلى مولدافيا منذ بدء الحرب. جزء كبير من هؤلاء لا زالون في بلادنا في الوقت الراهن، ونحن نتيح لهم الخدمات بما في ذلك المساعدة الطبية، وكل المؤسسات تساعد بمن فيهم المتطوعين من أجل مساعدة اللاجئين الذين يصلون قادمين من أوكرانيا. الآلاف من كافة أرجاء مولدافيا يساهمون في هذا المجهود. عندما يدخل اللاجئون إلى مولدافيا فهم يحصلون على وجبات ساخنة وكذلك مأوى في بعض الأماكن، وحتى في أسر أو لدى الأسر المولدافية. وهذا جهد جبار تبذله بلاد لا يصل عدد سكانها إلى 3 ملايين ومواردها محدودة ومتواضعة. على الرغم من هذه التحديات الكبرى، لا سيما في ظل زيادة تدفق اللاجئين، فإن نحن نساعد هؤلاء اللاجئين الذين هم بالأساس من النساء والأطفال ويصلون منهكين بسبب هروبهم من الحرب.
هذه مهمتنا الأخلاقية لمساعدتهم، وسوف نواصل الأداء هذه المهمة بأفضل السبل. معالي وزير الخارجية، جمهورية مولدافيا تحتاج للمساعدة الملحة من جانب المجتمع الدولي حتى يستطيع شعبنا وبلادنا واقتصادنا التعامل مع هذه التحديات وتدفق اللاجئين. نحن نحتاج لمساعدة طارئة لاستقبال هؤلاء اللاجئين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وكذلك لمحاولة إعادة توجيه اللاجئين إلى البلدان الأوروبية التي لديها إمكانات أكبر لاستقبال هؤلاء اللاجئين. ونحن سوف نواصل عملنا، ولكن نحتاج لجهود جبارة ومساعدة كافة الشركاء. نحن بحاجة لمساعدات سريعة من قبل المجتمع الدولي، أولاً من أجل إعادة إحلال السلام. وآمل أن الجولة التي تقومون بها هذه الأيام في بلدان المنطقة، والتي تشمل أيضا زيارة مسؤولين آخرين، سوف تعزز جهود السلام في أوكرانيا. هذا ما نريده وهذا ما نستحقه أيضا، لا سيما الأوكرانيون. معالي الوزير بلينكن، مولدافيا والولايات المتحدة طورت علاقات قوية طيلة 30 عاماً من التعاون والصداقة، وأنا أقدر هذه العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا، وأمل أن نلتقي مجدداً في أوقات أفضل حتى يتسنى لك بحث القضايا ذات الأهمية المشتركة لبلدينا، وأمل أن تعطي زيارتكم دفعاً جديد للشراكة بين بلدينا، ونزمع ومواصلة الحوار السياسي بين بلدينا وتطوير المشاريع التي تهدف لتطوير قدرة بلدنا على الصمود في مجال الطاقة، وكذلك تحقيق العدالة والتعاون أيضاً في استعادة الوصول. الشراكة بين مولدافيا والولايات المتحدة سوف تساعدنا على تعزيز قدرة مولدافيا على الصمود، وكذلك قدرة بلادنا للتعامل مع تحديات هذه الأوقات. إن مولدافيا قوية وقادرة على الصمود، ستكون مركز استقرار في المنطقة وشريك يمكن الوثوق به في العالم الحر. شكرا سيد. أعطي الكلمة الآن إلى معالي الوزير أنتوني بليكن. شكرا جزيلا لك على حرارة الاستقبال في مولدافيا. منذ حوالي سبع سنوات مرت على زيارتي إلى مولدافيا، وأنا سعيد أن أعود إلى هنا. وكما قلت، تمنيت لو كانت الزيارة في ظروف مختلفة. الرئيس الوزراء ووزير الخارجية وجميع المسؤولين في مولدافيا أشكرهم على استقبالي، وكذلك السفير هنا. وأعتقد أنه التأكيد وتعيين الوزير هو أمر مهم للتعاون فيما بيننا، وهذا مهم في هذه الأوقات على وجه التحديد. في 30 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين مولدافيا والولايات المتحدة، لم نواجه أوقات ملحة ومليئة بالتحيز كما هي الآن. فحرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا أطلقت أزمة إنسانية لها تداعيات هائلة على المنطقة، بما في ذلك في جمهورية مولدافيا. ومنذ هذا اليوم، وكما قال الرئيس، ما يقرب من 240 ألف شخص من أوكرانيا عبروا الحدود إلى مولدافيا هربا من الحرب، أغلبهم من النساء والأطفال، وأعدادهم سوف تتزايد. كما قلت للرئيس ساندو، مولدافيا تحتاج لتثمين العالم لاستقبال وحماية الأوكرانيين. كما ناقش مع الرئيس ووزير الخارجية، في الولايات المتحدة تبذل كل ما تستطيع لمساعدة مولدافيا بينما تقدم المساعدة للأوكرانيين.
إدارة طلبت من الكونغرس 2.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية طارئة لتلبية الاحتياجات اللاجئين والنازحين داخل أوكرانيا وكذلك في بلدان مثل مولدافيا لاستقبال اللاجئين ومواجهة الأزمة الإنسانية خارج أوكرانيا. المجتمع الدولي لديه المسؤولية أيضا لمساعدة مولدافيا للتعامل مع تداعيات الحرب. سوف أنقل هذه الرسالة من خلال اتصالاتنا مع المنظمات الدولية والبلدان الإقليمية وفي العالم. غزو روسيا لأوكرانيا وانتهاك لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهذا ما هو متضمن في ميثاق الأمم المتحدة. 141 بلدا دافعوا على هذه المبادئ وعارضوا العدوان الروسي. الولايات المتحدة تريد أن تظهر دعمنا القوي لسيادة وسلامة أراضي كافة البلدان بما في ذلك جمهورية مولدافيا. البلدان لديها الحرية في اختيار مستقبلها، واختارت مولدافيا مسار الديمقراطية والاقتصاد الشامل وعلاقات وثيقة مع البلدان والمؤسسات الأوروبية. تدعم الولايات المتحدة مولدافيا في هذه الجهود ضمن مبدأ الحيادية المتضمن في دستور مولدافيا. نواجه التحديات الأساسية في أوقاتنا، وهي الأمور التي علينا أن نركز عليها، وهذا سبب آخر يجعل الحرب غير مبرر هذه أمرا فظيعا، فهي تبعدنا عما ينبغي أن نعمل عليه معا، ولكننا سنواصل هذا العمل. الولايات المتحدة قدمت مئات الآلاف من لقاحات كوفيد والملايين من المساعدات، وسوف نستثمر حوالي 80 مليون دولار في قطاع الطاقة في مولدافيا. وأمن الطاقة هو أمن $18 million over the next years to help strengthen and diversify Moldova's energy sector. Greater energy security is vital for your sovereignty. We support the OSCE-led 5.2 negotiations to find a comprehensive settlement to the Transnistrian conflict that upholds Moldova's sovereignty and territorial integrity with a special status for Transnistria. And we'll seek every opportunity to deepen the ties between our countries, economic ties, educational ties, people-to-people ties, because we want our friendship with the people of Moldova to grow even stronger. In the face of the global challenges that we face today, we're all going to be much more successful when we work closely together as partners, especially among democratic partners. We know that countries that respect human rights, uphold the rule of law, support inclusive, accountable governance for all their citizens, produce the best solutions to even the most difficult problems. So, we will support Moldova as you pursue your priorities, fighting corruption, driving democratic reform, including increasing integrity and accountability in the public sector and the judiciary, and developing an independent media sector that can deliver reliable information and help fight disinformation. As people around the world stand up to defend democratic values, Moldova is a powerful example of a democracy rising to the moment with vision and with determination. الولايات المتحدة الأمريكية شكرا لمولدوفا وشعبها على احتضان اللاجئين الأوكرانيين. And on behalf of the American people, thank you again for your generosity toward the Ukrainian refugees at this urgent moment for democracy and for peace. Thank you. Colleagues, now we're going to take two questions from the representatives of the Moldovan press and the تمر بهذه الأوقات الصعبة في التعامل مع اللاجئ، لذلك فهي تحتاج للمساعدة من المجتمع الدولي وكذلك من شركائنا. أتفق مع تفضلت بالإشارة إليه رئيسة الوزراء.
طبعا البلدان في العالم بوسعها أن تساعد اللاجئين الأوكرانيين، ولكن أولا وقبل كل شيء العبء وقع على بلدان مجاورة مثل مولدافيا، وإن هي الجهات المستجيبة الأولى، وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي أن ينضم للجهود لدعم هذه البلدان وتقديم يد العون للاجئين. المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة تقدم خبرتها ومواردها للمساعدة، وكما قلت فإن الرئيس بايدن طلب من الكونغرس توفير دعم طارئ ومساندة عاجلة، مساعدة إنسانية عاجلة لمساعدة أوكرانيا على التعامل مع التداعيات الإنسانية لهذه الحرب داخل أوكرانيا نفسها، ولكن أيضا في البلدان المجاورة التي تستقبل اللاجئين. إذن نحن نوفر خبرتنا الخاصة للمساعدة بما في ذلك لمولدافيا، ونقدم موارد مالية للتخفيف من الأعباء التي تتحملها مولدافيا وغيرها من البلدان. ميخائيل أورسو لتلفزيون تي في آر، سؤال لمعالي وزير الخارجية، ما هو تقييمكم لطلب جمهورية مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكيف تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد في هذا الاتجاه؟ سؤال ثاني بشأن مساعدة مولدافيا على تعزيز أمنها في مجال الطاقة. شكرا لك. طبعا لا أستطيع أن أتحدث نيابا عن الاتحاد الأوروبي، ولكن أستطيع أن أقول أننا ندعم طموحات مولدافيا، وهناك عمل أنجز في هذا الاتجاه على حد علمي. إذن هذه إرادة الشعب المولدافي، ونحن نرحب بسعي مولدافيا لعلاقات أوثق واندماج في الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا أمر يخص مولدافيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. فيما يتعلق بالاستقلال في مجال الطاقة، طبعا هو أمر حيوي أن يكون هناك استقلال في مجال أمن الطاقة، لأن ذلك مسألة حاسمة للسيادة الوطنية والاستقلال، وهذا تحديدا ما يجعلنا دعم مولدافيا من أجل تعزيز أمنها في مجال الطاقة. نقوم بذلك من خلال تقديم الدعم المالي لتطوير البدائل في مجال الطاقة، وكذلك نوفر أيضا دعم خارجي، وسفيرنا خبير في هذه القضايا. إذن سوف نعمل بشكل وثيق مع مولدافيا كما فعلنا حتى الآن، بغية التنويع مصادر الطاقة وكذلك تعزيز أمن الطاقة في مولدافيا. أعتقد هذه مسألة حيوية على كافة البلدان أن تسعى إلى تحقيقها، ونعلم أيضا ما يمكن أن يحدث عندما يعتمد بلد بشكل مفرد على غيره، على موردين قد لا يكونون مصدر ثقة. وبالتالي كما قلت، نحن سوف نواصل دعم هذه الجهود الآن وفي الشهور القادمة. نيويورك تايمز، تفضل. صباح الخير. تفضل إذن. شكرا دولة رئيس الوزراء على الاستضافة. معالي الوزير بلينكن، طالما أن وزارة الخارجية دعت الأمريكيين إلى مغادرة روسيا بشكل فوري، هل تفكرون في إغلاق السفارة في موسكو؟ ماذا عن ما تم في روسيا من اعتقال لمواطن أو مواطنة أمريكية؟ ثانيا، هل تنظر الولايات المتحدة بشكل جدي في بيع المزيد من طائرات F-16 إلى بولندا لتعزيز أمنها؟ وماذا بيسعكم تفعلوا للتصدي للعدوان؟ شكرا لك.
بالنسبة للقضية التي أشرت إليها، ليس لدي الكثير بوسعي أن أتطرق إليه لاعتبارات الخصوصية، ولكن بشكل عام عندما يتم اعتقال أي مواطن أمريكي في أي مكان من العالم، طبعا نكون مستعدين لتوفير كافة المساعدة الممكنة، وهذا يشمل روسيا، وتحدثنا عن ذلك مرارا. فنحن نعمل من أجل إفراج عن المواطن الأمريكي الذين اعتقلوا بطريقة ظالمة، وسفارتنا هناك تعمل كل ما تستطيع من أجل تأمين الإفراج عنهم. نعم، قمنا بتقديم النصيحة للأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا، وندعو أيضا الأمريكيين هناك للمغادرة. باعتقادي في أوقات كهذه يجب أن نحافظ على الاتصالات الدبلوماسية والدعم الدبلوماسي الذي يمكن أن نقدمه للمواطنين الأمريكيين عند الحاجة، وإذن هذا ما نركز عليه في الوقت الراهن. أما بخصوص الطائرات، هناك أمران. أول، فيما يتعلق بمقترح عام، خلال العام الماضي قدمنا ما يربو على مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، وأكثر من أي سنة خلت، ونحن نجري مباحثات حثيثة مع الحكومة الأوكرانية، مع رئيس زيلينسكي والوزير كوليبا، من أجل تقييم احتياجات أوكرانيا. وعندما نحصل على هذا التقييم سوف نرى، نحن مع شركائنا وحلفائنا سوف نرى ما يمكن أن نقدمه. ننظر بشكل وثيق في مسألة ما يمكن أن تقدمه بولندا من طائرات إلى، أو ما قدمته بولندا من طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، ونعمل على محاولة استبدال هذه الطائرات. لا أستطيع أن أحدد لك آجال زمنية، ولكننا نلقي نظرة عن كثب بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. السيدة الرئيس، ما هي التداعيات المترتبة على غزو روسيا لأوكرانيا على أمن مولدافيا، وما هي الخطوات الملموسة التي تريدون رؤيتها من الولايات المتحدة كدعم مالي؟ ثم هل هناك أي تغيرات لاحظتها في الموقف؟ السيد بلينكن، كنت واضح بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الأعضاء في الناتو، وكذلك كنت واضحة بشأن عدم الاستعداد للدفاع، دفاع الناتو عن أوكرانيا. إذن ما هي التطمينات التي تقدمونها لمولدافيا بشأن أمنها؟ طبعا نحن نتابع ونرصد الوضع في ترانسنسترا. ليست لدينا أي معلومات استخباراتية الآن بشأن أي تغيرات كبيرة تحدث هناك، ولكن هذه مسألة مهمة. وأذكرك أن هذه أراضي تابعة لمولدافيا، وهناك قوات روسية منتشرة في بلادنا بطريقة غير قانونية. ليس لدينا معلومات تؤكد نوايا القوات الروسية قيامها بعمليات عسكرية في أوكرانيا، ولكن في هذه المنطقة طبعا لا يمكن لنا أن نشعر بالأمان، لا سيما في ظل ما يحدث من حرب وقتال في أوكرانيا. فنحن في جمهورية مولدافيا نبذل قصارى جهدنا لضمان أمن وسلامة مواطني مولدافيا. وفيما عدا هذه الجوانب الأمنية، ثمة تداعيات كثيرة على مولدافيا جراء الحرب في أوكرانيا، لا سيما في المجال الاقتصادي. فجمهورية مولدافيا كانت لديها علاقات وثيقة مع أوكرانيا، والآن كل الشركات والجهات الفاعلة التي كانت جزء في هذه العلاقة تضررت بشكل كبير بسبب الحرب، وبالتالي
الوضع صعب للغاية في الوقت الراهن بسبب الوضع لا سيما بالنسبة للاستثمارات، على الرغم من أننا وعدنا مواطنينا باستقطاب الاستثمارات، ولكن الأمر صعب في هذه الأثناء. ولدينا كذلك أزمة اللاجئين التي تضع أعباء هائلة على اقتصاد بلادنا. بناء على الأرقام المتاحة الآن، فإن عدد اللاجئين الذين يرغبون في البقاء في مولدافيا يمثلون 3% من عدد سكان مولدافيا. إذن في غضون 10 أيام فقط وصل الرقم إلى هذا المستوى. وأجدد وأكرر إنها مسؤولية أخلاقية أن نساعد كل من يحتاج للمساعدة، لكننا نحتاج لدعم من قبل شركائنا لتقديم يد العون لكل من يصل إلى بلادنا، ونأمل أن تتوقف هذه الحرب بأسرع ما يمكن. بيتر، نحن ندعم بشكل قوي سلامة مولدافيا، سلامة أراضيها وكذلك سيادتها وحياديتها المنصوص عليها في دستورها. أيضا لاحظت الرد الذي قمنا بحشده في العالم إزاء عدوان روسيا على أوكرانيا، وكلما ظهر هذا العدوان وفي أي وقت سوف نفعل الشيء ذاته.